لو انت جريت وراه ورويت الموهبة دي وتابعتها هيبقى ليه شأن عظيم. خلينا نروح، احنا عندنا خبر بتاع بورصة المحاصيل يا شباب، عندنا مجموعة اخبار كتيرة عايزين نعرض عليها، يعني نعدي عليها النهاردة. خبر يتعلق بالمبادرة اللي كان عاملها البنك المركزي لتسوية الديون المتعثرة. المفاجأة ان المبادرة دي من شهر يونيو. المبادرة دي بتقول ان كل واحد مديون من جنيه لأقل من 10 مليون جنيه، سواء فرد او شركة، يروح على البنك اللي هو واخد منه قرض، هنسقط عنه الفوائد كلها بشرط ان هو يسدد المديونية خلال 6 اشهر. اعلى مديونية على الفلاحين في بنك الزراعي، عشان نجيب ايه من الاخر. المهم ايه البتاعة دي، المبادرة دي قربت تخلص وفترتها تنتهي. فوجئ البنك المركزي وهو بيتابع، لا ده في ناس عايزة تكمل المبادرة دي وعايزينها تستمر اكتر عشان يستفيدوا بيها اكتر. طب يعمل ايه البنك المركزي؟ وهل المبادرة دي تفيد الاقتصاد الوطني؟ معايا على التليفون دكتور وليد جبلة، الباحث والخبير الاقتصادي. دكتور وليد مساء الفل. اهلا، مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ بالنسبة للمبادرة دي، هل أتت ثمارها ولا لسه، ولا ناقصها حاجات عشان تكمل؟ هو الحقيقة المبادرة لسه مفتوحة ل 31 ديسمبر، نعم. لكن أتصور من متابعتي إن النتائج اللي بتحققها المبادرة في الشهرين اللي فاتوا كانت نتائج محدودة، ويمكن ده له أسباب. اهم سبب من الاسباب ان الامور ما هياش بالبساطه دي، يعني فكره ان احنا هنسدد اصل الدين ونتنازل عن الفايده مقابل اسقاط المديونيه ما بتبقاش بالبساطه دي، لان في الفوائد الديون زي ما حضرتك عارف بيبقى فيها تسويات معقده، والوصول الى اصل ومعظم المديونيات عليها قضايا في المحاكم متعلقه في الاساس بالمنازعه على تحديد اصل الدين وتحديد الفايده. فمشكلة المبادرة بالنسبة لبعض كثير من الممولين ان هم يخشوا ان هم يوافقوا على تسوية وبعد كده تحصل مماطلة في تنازل البنك. طب هل تقدر تقيم المبادرة بالنجاح ام بالفشل ام لسه نص نص؟ لا، هو احنا البنك المركزي بصدد تقييم العمل في الشهرين اللي فاتوا علشان حاجة من اتنين. هناك اولا هناك مطالبات بمد فتره المبادره، وهناك مطالبات بتسهيل الشروط. نعم. فاحنا النهارده لما باجي اقيم المبادره النهارده عندي فيها اوجه ايجابي واوجه سلبيه. ايه الايجابيات بتاعه المبادره؟ ايجابيات المبادره ان هي بتعفي المديونيات وبتخفف عن المستثمرين، وبتشترك مع مبادرات كتير في الدوله بتسهل للمستثمر وبتسهل للاشخاص المديونين علشان يعودوا الى سوق الانتاج، دي ايجابياتها. سلبياتها؟ البيروقراطيه، ان دايما المبادرات تكون فيها قيود اداريه واجرائيه بتفرغ المبادره من مضمونها. النهارده المستثمر عايز يذهب الى البنك يكون هناك توقيع عقد، يعني انا عايز وانا بوافق على التسويه والسداد بيكون هناك في نفس العقد، يكون بمثابه هناك عقد. يعني اسمح لي ادعو من برنامج حضرتك، اولا ان انا علشان الاقتصاد المصري يستفيد من هذه المبادره لازم الاول اشوف ان هذا الممول هيفيدني. يعني انا مش عايز اتنازل عن مديونيه لشخص مديون ومش هيفيد الاقتصاد المصري. يعني احنا بنشوف البنك الدولي قبل ما بيجدول لدوله او بيديها مزايا بيشوف مبادرتها، يعني المفروض يتم دراسه كل حاله على حده ويتم نوع من انواع التعاقد عقد بحيث ان يكون الممول في الوقت اللي بيتنازل عنه في الوقت اللي بيسدد بيكون معاه ثق باعفائه من المديونيه. المشكله بقى اللي انا عايز اثيرها في برنامج حضرتك خاصه بالمده. هذه المبادره بتتعارض مع مبادرات اخرى، منها مبادره الضرائب العامه ضرائب الدخل اللي هي بتعفي ايضا من مقابل التاخير خلال مدد. فالنهارده النهارده المستثمر عمل
في ظل هذه الظروف الصعبه من السوق، هيتعامل مع مبادره الضرائب ويسد الضرائب اللي عليه، ولا هيتعامل مع مبادره البنك المركزي؟ قصدك يعني في قله سيوله مثلا عند الممول؟ بالتاكيد مده الست شهور دي مده قليله جدا، ان كان هيسدد الدين اللي على البنك ولا الدين اللي على الضرائب. اقتراحك تبقى ايه يا دكتور وليد؟ انا اقتراحي ان يتم المد المهله بشرط ان يكون هناك جديه في السداد، ان الممول ان الشخص يتقدم بطلب للتسويه مدعم بقدر معين من الدين، مدعم بمبلغ جدي التسويه، مبلغ جدي التسويه. فكره ان انا امد الى الابد او امد الفترات تخلي الناس تقول لا انا بدل ما اسدد النهارده اسدد بعد 6 شهور والفلوس في البنك، لا انا لازم اقول قبل ما امد المده اكون معايا، يكون هناك جديه من راغب التسويه يقدم طلب مقترن بمبلغ يتم الاتفاق عليه بجديه التسويه، ويكون هناك اجراءات محدده، ويكون التنازل من خلال تعاقد. طب دكتور وليد تعال اقول لك على بعض العملاء لما تسالهم انتوا ليه ما لجاتوش لمبادره البنك المركزي، بيقول لك اول حاجه احنا خايفين بان لا يتم اسقاط الفوائد المقرره على هذا الدين. اتنين ان قصرت فتره السداد على 6 شهور فقط، وايضا ان في تسويات خارج المبادره بعض البنوك بتعملها مع العملاء، فالعميل يقول لك وانا ليه اروح لمبادره البنك المركزي؟ ما انا اروح لمبادره البنك بتاعي اساسا. بالتاكيد هو اولا هو التنافس ما بين المبادرات ده شيء طيب، وكل ان اللي يكون فيه هناك مبادره واثنين وكل بنك يقدم مبادرات ده شيء كويس جدا. نعم. القضيه بتاعت الخشيه من انه يوافق على التسويه ويسدد وبعد كده ما يتمش اعفائه من الديون، دي متعلقه زي ما قلت لحضرتك ان احنا محتاجين نوع من التعاقد، ان يكون الموافقه على موافقته على السداد على التسويه والسداد وموافقه البنك على الاسقاط يكونوا في عقد واحد في ورقه واحده. نعم. بس يكون بمثابه تعاقد. وانا متفق معاك دكتور وليد جبلة الباحث والخبير الاقتصادي، اتمنى البنك المركزي يعود النظر في تلك المبادره، مش يلغيها ده لسه.